بس يخطفوا كده، بس الوطا كده الصوت بلعته بيخلوا الانفصال ولا لسه بينادوا؟ ما في لون، ما في المشهد نهائي، خلوا الانفصال، ما بقولوا دارين الانفصال. بس الله يرضى عليك، معناته هم اصلا ما دارين المشاركه بتاعت الحركات المسلحه او الدارين عموما، ما دارين مشاركتهم في السلطه. ايوه ما دارين مشاركه، ده السبب اللي خلاهم انه يقولوا دارين الانفصال. وهل هم هدفهم اعاده مطالباتهم الاساسيه؟ اصبر اصبر، حتى الكيكل برضه ضد الحركات المسلحه، يمكن في كتابه يقول لك يا اخي ان احنا الدرع ده قائم قائم، اذا الحركات المسلحه انضمت والدعم السريع انضم في الجيش، ان احنا بعد ذاك حتى شنو نضم، لو ما كده الدرع قائم. ده واحد. امسك الضابط اللي قبل كده طلع ذاك، اسمه منو يا اخي؟ اسمه منو؟ كبار الكيكل. اسمه منو يا اخي؟ الكيكل الصوارمي. ايوه خالد الصوارمي، برضه شنو؟ يعني اخواننا جزء من الشماليين، الله يرضى عليكم، ان احنا والله ما اتعاشرنا معهم وقعدنا معهم وحسيناتنا قاعدين والتعليم والجامعات وبتاع، كل الناس قاعده سوا، لكنهم طبعا يورطوا المساكين والغلابه الموجودين في الجزيره وفي القضارف والموجودين في الضواحي بتاع الخرطوم وموجودين في الشماليه البعيده هناك الأطبرة وضواحي أطبرة وحلفه وكسله وبرصودات، داير يورطوا الناس المساكين والغلابه. لكن نحن تعرف، لكن الله يرضى عليك، تعرف عظم حوت، نحن عظم حوت لا بنبلع انفوت كده زي ده، هذا الجنوبيين نحن لوايق جدا. الجنوبيين ده ممكن اي والله يا اخي تم اخصام، ونحن ذاته الدارفورين شلنا والنوبه سلاح قتلناه وبتاع وزهجوا، واغلبيه هم مسيحيين وكده وبتاع، يا اخي الناس دي الدارفورين والشماليين كلهم مسلمين، وقلنا عملنا طقه في راسنا خير نتخارج. المهم قدوا على حسب القوانين بتاع المناطق المكفوله وزحلوا بعضه، لكن احنا مسلمين، تلقى مسلم انا مسلم، تلقى يهودي انا بقى يهودي، تلقى افلاطوني انا بقى كده، تلقى يعني تلقى منافق انا منافق، يعني انا كده العيوق اعوذ بالله يعني من كلام الحسي انا قلته، لكن احنا لوايين جدا ما هنتفكر يا اخويا. المجرم فينا يتحاسب، بس الناس الطالبه بالانفصال دي، الناس الطالبه بالانفصال دي هم الديلة، هم الناس المجرمين دير، هم الناس القتل. أيوه. نعم نحن ما نقبل ولم نرضى بأنه الحركات المسلحة تكون بشكل الحالي. انت عارف منى احمد كسله دير هم منهم ديل، شفتها اللي هم يعني شفتها رؤوس الاموال، رؤوس الاموال المتحكمه في السياسيين والمتحكمه في الاحزاب ديل هم. انا بعتبرهم ديل اللي كونوا النواه والبذر الاساسيه اللي شنو دولة النهر والبحر. طيب وهم لو لاحظوا دولة النهر والبحر دي في مكالمة، في مكالمة دير اشيلك برا واجيبك نظيف عشان كده انا، وبعدين استعجلت رجعت لي سريع. تفضل انت. صح اوكي. دار اقول لك يعني كلام الاخ ده كلام صحيح منطقي في بعض الاشياء كده، لو ربطتهم مع بعض هسي عندك درع الشمال، طبعا درع كله جعليين، في شك بين الجعليين والشوايقة. درع الشمال لما يجي يطرد ويقول ان احنا عايزين نسلح، ما قاعد يذكر الجنجويد، قاعد يقول حركات المسلحة، فده بيدل على انه فعلا هما الناس برهان لسه ما استغنوا عن حمدتي، فعلا في شك بينه وبين الشوايقة. والشوايقة ده كله تابعين لصالح قوش، عرفت كيف؟ والله يستر انه قوله مثلا يعني يقول احنا تابعين لمصر ونتحالف في مصر ولا مع مصر، هذا شيء بيجيب ضرر كبير. اذا كان الليلة مصر ولا الامارات ولا السعودية ولا غيره، دي الناس كلهم الليلة السودان دي الضيف، ما الضيف في النهاية دارين مصالحهم، والدليل انه الليلة الامارات صوتت بانه لازم السودان يكون فيها حصر. ليه؟ لانه لو فكوا الحصر وبقى فيها شركات وبقى فيها استثمار، طبعا الامارات حتضيع من حقها من السودان. فهيك الأمارات دي لو بمرابعة إنها لازم تكون في السودان يكون فيها حصر، ما فيها أي وسيلة لأي دولة تجي تعمل استثمار غيرها. هي طبعا هي تهلب بطريقة عشوائية زي مصر والسعودية، يعني أنا ما عرفت هو ذات السودان ده حق منه، حق الأمارات ولا حق مصر ولا حق السعودية، بتجي نفوس من برا بتتحكم في 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 السودان. طيب الليلة نقول اللقب بتاع موسى هلال ونقول اللقب بتاع برهان ولا حميتي ولا داي جيش ولا داي سوي كله. معلش للمقاطعة، في زول كتب لك التعليق هنا عشان نربط الكلام كله مع بعضه، قال لك درع الشمال بطاهين وشكرية.
ما ينقص فريق بندرع الشمال يا احمد كسلة، فريق بندرع الشمال، فريق بندرع الشمال، وفريق بين شنو؟ بين دولة النهر والبحر. طيب درع الشمال يوم من برهان، درع الشمال، درع الشمال لا تقريبا، تقريبا انا شاك انه يكون من برهان. ما ما انت ما ممكن في نص الدوله يا تقرا عارف تطلع ماشو. تفضلي. ما دي حركه، عسكريه، حركه عسكريه. دوله النهر والبحر حركه فكريه كويس، ودوله والدرع، والدرع، والدرع حركه عسكريه. حركة عسكرية ما بيخلوك، ما بيخلوك انك انت تضمنه لو اذا ضد البرهان ولا ضد حميتي، ما بيخلوك تقوم الدرع هناك الا انت تكون مدوم، ولا تكون زي الحركات المسلحة تقعد في جبل مول، جبل مرة، ما اعرف المهم، جبال النوبة، تمشي السلسلة بتاع جبال البحر الاحمر، تتكدد في محله وبعدها تاكل بلي، لكن كده ساكت في النص زي ده ما بيخلوك لو ما انت مدعوم يعني، ما احنا ما ناس قبول يعني. كمل الانتصار. لما الدرع هنا ما ضد حميتي، انت لو لاحظت دائما في مؤتمراته وفي كلامه واجتماعياته بيقول شنو، دائما بيحكوا عن الحركات المسلحه، ما بيحكوا عن حميتي خالص، ولا بيقولوا الغجر، دائما مركزين مع جبرين ومناوي اكثر حاجه، عرفت كيف؟ واي قوات اللي هي بتاعت حميتي عامله فوضى بيقوموا شنو، بيحطوا التهمه في قوات بتاعت منه وجبرين، فده ما معناته انا بقوم مثلا بدافع عن مني وجبريل، ان شاء الله الذات كله ربنا يتقيدهم في نارهم كله في بعضهم. لكن الهم في الموضوع، المهمه في الموضوع اللي محيرني احمد، الشعب السوداني، يعني الشعب السوداني خارج بلده هو كمواطن سوداني ذكي، هو كمواطن سوداني له هيبته، شخصيته، له فروسته، له رجولته، يعني لما انا ما اعرفه هل الناس بتقبل له عشان هو يكون عبد لكل الدول خديم بفكرته وعدلته وزكاوته، ولا هو اصلا الشدة بخلان بيه لبلده؟ فياريت الشعب السوداني كافة يركز، ما يركز ما مع البران. ما نسل المقاطعة، ما في حاجة اسمه وصحيح، والله نحن شعب، لكن بعض 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 قبيلة قبيلة، اي قبيلة ده خمسة قوم، القبيلة الواحدة خمسة قوم، كمان كده كمان زي الأتامة، ما في اتفاق، ما أيوة ما في اتفاق، وي زول بيشوف إنه الجحر الداخل فيه ده صحيح، لما وفي النهاية الموضوع ده بيتفجر، بيتفجر زي الورثة. أنا مو عدم الاتفاق، وأنا مقدرة بخلية في الدكتور، أنا مش مغرزية وكل واحد شايف نفسه، كل واحد يفتح قبيلته على تاني، ما متفقين نهائي، ما متفقين. لكن برا السودان تلقى الواحد لنفسه السوداني، يعني يضربوا به المثل، السوداني فعل، السوداني شام، السوداني السوداني. طيب ليه احنا ما نعكس الاشياء دي في بلدنا؟ ليه ما يكون الترابط ده في بلدنا؟ ليه ما تكون الشعامه دي والرجاله دي في بلدنا؟ ليه ان احنا بنكبر الحقاره في بلدنا؟ يعني اصل احنا في بلدنا يا انتصار لو لاحظت، لو لاحظتي السوداني ما بيحس بالوطنية إلا لما يطلع برا البلد، لما يكون جوا البلد بكون غبلي، يطلع برا البلد يبقى سوداني، وأي سوداني برا البلد دي أخوه والدم والدبو، لكن يجي يدخل السودان بيكون غبلي. وليه أنا ما أعرف الحتة دي برا ذات، حتى برا ذاتي ما بيتفقوا بالمناسبه، برا ذات السودانيين في بعض ما بيتفقوا، الا كان تفرقهم السياسه، لكن كل ما اجتماعيا السودانيين برا مترابطين. لا والله حتى الاجتماعيات ما في اتفاقيه، قليل. انا اقول لك احنا كلنا في غربه وعارفين ما في اتفاقيه، السودانيين برا للغرباء الواحد من الغريب بيبقى كريم وبيبقى خدين كويس وبيبقى شعر وبيبقى كله رجوليه، لكن كده يجيب لزوله والله غير الخصاصة والقطيعة والحقد والحسادة، ها ما عنده شو. الكلام ده انا بقوله في اللايف بتاع احمد 2003 وشوية، ها بقوله لأي زول قاعد بر هنا، غير الحسادة والحقد والمدالة والخباصة والعفانة ما عنده شيء. ما يلا الكلام ده قاعد بقوله، اي واحدة واحدة، اول حاجة عشان نشخص المواضيع. طيب الكلام ده جابوا شنو؟ نمسك رقعة 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 جغرافية، يمكن الناس الوحيدين الما عندهم الكلام ده عندهم، لكن أنا ما ببرر عنهم، بسيط شوية كده، ناس جبال النوبة والنيل الأزرق،
في لكن بسيط كده ما كتير. في دارفور قسمتهم الحركات بعد الضرب، قسمتهم الحركات خطتهم. أنا أوريك السبب شنو. ما دقيقة لحظة، الله يديك الصبر شوية، نشخص المواضيع والعزمة. قسمتهم الحركات، القبائل الموجودة هناك الكراهية 200 جات الكراهية، جابوا كده بعد جندة مسهلات وحميتي وخلوا الصراع. لكن نحن ذات اتقسمنا كده كيامات كيامات، ده قسمونا الحركات المسلحة لأنه نحن طير، لأنه نحن بهايم، لأنه نحن ما قادر نفهم. ده نقطة. وأي ذول عربي ساكن معنا هناك في دارفور بقينا ما نسك فيه على حسب الإجرام التم من أهله، وما في ذول ناصرنا. ده هي ليك أنت ناصرتينا وأكثر إنسانا وتقول كلمة حق حتى على رقبتك. ده نقطة. نمشي للرقعة الجغرافية بتاع الشمال. بتاع الشمال دايما أخونا الجالية والشوايقة، مش كل القبيلة، جزء من الجالية وجزء من الشوايقة هم اللي سيطروا في السلطة على خارج تاريخ الليلة بكل الموارد. يا دول القروش في لندن، في سويسرا، في أمريكا، في مصر، وبتاع ودخلوا الناس ده. لكن تعالي، ده السبب الخلاهم إنه مرضو برضو ربط الموضوع بالأوروبا. لكن الآن ناس الجزيرة بيجوا كوم، وجزء من الشماليين بيجوا كوم، والنوبة هناك النوبيين بيجوا كوم، الجالية والشاقة بيجوا كوم، وبيجوا يتلاومون بعضهم على بعض. 200 لكن الكلام ده 200 رجوع، والدارفورين 200 رجوع، جزء منهم مش كله 200 رجوع، وما حيا جوزاته في كتلة واحدة 200. الكلام ده 200 ما حيا، أول رجوع 200 وحيرجعوا كليا كده 200. لو ما الكيزان انتهوا وحميتي انتهوا ورؤساء الحركات المسلحة دير انتهوا ماتوا عديل الله غطسهم بالوطن، ما حينتهي. وبعد ذاته في الدواخل ده أنا ذاتي على رأسهم، أنا لازم أنا قدامك أحمد ده لو طيب ولا قفل أنا لازم أموت، لازم أموت. لأن الحكومات الدول الشايفة القادة في أوروبا في هنايدي، الدول دي الناس اللي كانوا هم العرب في البلد دي ماتوا. حسي جي المباني بتاعت فرنسا وألمانيا وبريطانيا ده الناس اللي بنوا ماتوا، لأنه أي ذو الحضر الحربي ده ما نافع، ده ما ينفع، ده إلا يفوت طفله وطفل طفله بيكون مسطر في التاريخ قائد زي بتاعت فرعون قائد. لكن شنو الناس دي لازم يمشوا، يعني بعد 10 بعد 50 سنة بعد 60 سنة يمشي. ما هو ما ما هو ما ما ده الشغل الجاب الغل في قلوب الناس. حسي أبناء شمال الخمون بالخرم لقوا شنو، جزء منهم لقوا شنو ما لقوا شيء، ما لقوا شيء. أحمد أنا دار أسألك سؤال، أنا دار أسألك سؤال. طيب هسي حاليا إذا حصل صراع بين حميتي ضد مسهلال، موقع الحرب حيكون في الغرب عندنا ولا في الشمال؟ أول الرقعة الجغرافية ولا في الخرطوم حيكون؟ لا الشكل اللي حتقوم شوف الرقعة الجغرافية هم اللي بيحددوها، وطبعا يمكن هم الناس القاعدين في ليبيا أكيد بيجوا بيفوق فوق ده. بعد ذلك التحديدة بالخرطوم خشوا بعبد الرحمن ولا بوين ولا بالجيلي ولا بيتاع، لأنه حميتي موجود قاعد في الخرطوم، ومسهلان لازم يدق حميتي في الخرطوم عشان يطلوا المعركة بتكون جوا الخرطوم. الحركات المسلحة والجيش ومسهلان وحميتي